من 3 ديسمبر من كل سنة تحتفل شعوب العالم اليوم العالمي للمعاقين. في السنة هذه في تونس اليوم العالمي السنة هذه معناها يختصي صبغة خاصة هي المناسبة، هي صياغة الدستور والحوارات حول تضمين حقوق المعاقين في الدستور، وهذا موقع معناها على مستوى الديباجة وكذلك في الفصل 30 من المسودة اللي ضمنت حقوق المعوقين وتكفل المجتمع بالإحاطة بالإعاقة، مجتمع كدولة كحكومة وكمجتمع مدني وجمعيات المجتمع المدني. هذه نقطة اليوم مفصلية في تصور الإحاطة بالإعاقة في تونس. يبقى أنه فما بون كبير شاسع بين الواقع القانوني والتمشي القانوني والتمشي التشريعي والواقع المعاش بالمعاقين، على أساس أن الإدماج بتاعهم الاقتصادي لازال معناها ضعيف في القطاع الخاص، معناها نسبة الانتدابات باقي ضعيفة، وعلى مستوى الوظيفة العمومية الانتداب ينحصر في 1% من الانتدابات مخصص المعاقين، ضروري أن يقع معناها الترفيع فيه معناها النسبة هذه من أجل تمكين المعاقين من الشغل ومن الكرامة. نعرف اللي ثورة تونس هي ثورة كرامة وتوفير الكرامة لجميع الفئات المجتمع، وبالخصوص الفئات معناها ذو الاحتياجات الخصوصية مثل المعوقين، ونخرج لذلك من منطق الإعانة والتواكل، وأن المعاق معناها يطالب بمنحة فقط ويطالب بكروسة، ولما المعاق يجب ضروري أنه يشتغل وأنه يقع دماجه في الدورة الاقتصادية وكان يكون منتج، وأنه معناها يعبر على حقوقه ويعبر على رأيه ويشارك في أخذ القرار ويساهم في تسيير دواليب البلاد ويساهم كأي مواطن في الحياة المجتمعية. وهذا ضروري أنه تقع معناها نوعا ما ثورة ثقافية، وأنه مناهج التعليم وأنه آليات الدولة الكل تتغير من أجل تمكين المعاقين من الإدماج والمشاركة الفعلية كسائر المواطنين البلدية.